ازيكم يا شباب؟ صباح الفل. لسه مكملين النموذج الخامس للصف الثاني الثانوي، موضوع الحركة الموجية والحركة الاهتزازية. احنا في الامتحان ده او في النموذج ده هنشوف بعض الأسئلة الجميلة. سؤال بيقول: إذا كان الزمن بين أقصى طاقة وضع وأقصى طاقة حركة لكرة بندول تتحرك حركة اهتزازية هو 0.002، يعني 2 من 1000 ثانية، فإن تردد البندول. بص يا حبايب، سؤال زي ده سؤال جميل، بيتكلم على البندول. احنا رسمنا كده البندول بسرعة تمهيدا للكلام اللي هو قايله، قال بين أقصى طاقة وضع وأقصى طاقة حركة خد زمن. طب مش هنا طاقة الحركة هنا أكبر ما يمكن، وهنا طاقة الوضع أكبر ما يمكن. الزمن كان 2 من 1000، يبقى ده الزمن الموجود اللي عاملاه ساعة الاهتزازة الواحدة، 0.002 ثانية. طب احنا لو حبينا نقول بعد كده أنا النيو بيساوي مين؟ مقلوب الزمن الدوري. طيب واحد على الزمن الدوري بكام يا شباب؟ بأربعة في زمن الامبليتيود الواحد. اوكي. طب يبقى انا كده بجيب التردد، يبقى هقول واحد على أربعة في كام يا شباب؟ في 2 من 1000. تمام، بالآلة هبص الاقيها هتطلع ب 125 هرتز. في حل تاني؟ في حل تاني، النيو مقلوب الزمن الدوري. طب لو انا حبيت اقول نيو بيساوي ان على تي، تمام زي الفل. هي ماذا تمثل عدد العدد هنا؟ كم اهتزازه كامله؟ ان معناها عدد الاهتزازات الكامله، مش دي عباره عن ساعه واحده؟ طب الساعه ما هي ربع، يبقى الربع هكتب ربع اهتزازه كامله على مين؟ على الزمن اللي قل عليه. الزمن اللي قل عليه اللي هو 0.002، يبقى 0.002 يا حبايبي. وبالتالي لما اقسم ده على ده هيطلع ب 125 هرتز. بكام؟ 125 هرتز. اوكي. طيب بعد كده يا شباب تنتشر الموجات الميكانيكية في الغازات على شكل، هل على شكل موجات مستعرضة، ولا على شكل موجات طولية، ولا على شكل موجات مستعرضة أو طولية؟ احنا عايزين نفهم. طبعا هي بتنتشر الموجات الميكانيكية في الغازات على شكل موجة طولية. على شكل ايه؟ موجة طولية، عشان هنا جزيئات متابعة خالص، فلازم تمشي على هيئة ايه؟ تضاغطات وتخلخلات. اوكي، بعد كده شباب سؤال رقم 3: اذا كانت المسافة بين مركز تضاغط ومركز تخلخل يليه 10 سنتيمتر فإن الطول الموجي للموجة، فإن الطول الموجي للموجة كام؟ حضراتكم أنا لما برسم إنسان بيتكلم بيصدر صوت وقت الشخص اللي هيسمعه هات الودان بتاعته، فأنا برسم تضاغط تخلخل، تضاغط تخلخل وهكذا، تمام؟ فالمسافة بين مركز تضاغط أول وتخلخل تاني، وتضاغط اول وتضاغط تاني يعني ورا بعض، يبقى ده بسميه لامدا. انما ده تضاغط، ده ايه؟ تضاغط، وده تخلخل. يبقى بين المركز هنا وبين مركز التخلخل ده بسميه نص طول موجه، نص ايه؟ نص لامدا. اوكي. فانا لما يقول لي المسافة بين مركز تضاغط ومركز تخلخل يلي 10 سنتي، يبقى حضرتك هنا هقول لامدا على الاثنين ب10 ايه؟ ب10 سنتي. يبقى ادي هنا لما اجي اقول لامدا عبارة عن 20 سنتي، يبقى هنا الطول الموجي كام يا شباب؟ طول الموجي هيطلع 20 سنتي، يبقى هنا لامدا يساوي 20 سنتي. طب انا هبص مش هلاقي كلمة سنتي 20 سنتي، بس لقيت الناحية التانية هنا 2 من 10 متر، ما ال 20 سنتي احول للمتر اقسم على 100 يتحول للمتر يا شباب، من سنتي متر للمتر بضرب في 10 اس سالب 2، او اقسم الرقم ده على 100، ف 20 على 100 تطلع 2 من 10. يبقى الاجابة قولا واحدا هتطلع ايه يا شباب؟ جيم. ما نتسرعش، السؤال اللي بعده يا شباب نقراه مع بعض. بيقول إذا زاد
تردد بندول الضعف فإن الزمن الدوري يقل للنصف. إجابة صحيحة، بس تعالى نشوف الباقي احتياطي. معنى أن التردد هيزيد للضعف، عدد الاهتزازات الحادثة في الثانية يزيد للضعف. شكرا. يبقى هنا أكيد جميع العبارات إيه؟ صحيحة. طب اتأكد بقى R2 من G. حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري بيساوي 1. طب ما منطقي. يبقى السؤال، يبقى الإجابة هنا هتطلع إيه؟ جميع ما سبق. نخش على السؤال الخامس. وحدة قياس التردد، وحدة قياس التردد هي الهيرتز. طب الهيرتز هو يساوي مقلوب الزمن الدوري، يعني 1 على ثانية، يبقى ثانية أس سالب 1. تمام. ممكن التردد ذبذبة لكل ثانية؟ أيوة. مش التردد هو عدد الذبذبات الكاملة الحادثة في الثانية، يبقى ذبذبة لكل ثانية، يبقى التلاتة دول صح، يبقى جميع ما سبق. رقم 6. تتفق موجات الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء وموجات الراديو والأشعة الفوق بنفسجية فيه. خلي بال حضرتك معي، موجات الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والراديو والفوق بنفسجي. ما يقول بالمرة الموجات الكهرومغناطيسية. بص حبايبي، هي بتتفق ان كلهم بيمشوا بسرعة الضوء، اوكي، عشان هما ضوء. حتى لو الأشعة تحت حمراء مش بيتشاف، ليها تأثير حراري، بس ده ضوء غير مرئي، والأشعة فوق البنفسجية ضوء غير مرئي، كله بيتحرك بسرعة الضوء، اوكي. تاتي اول حاجة. تاني حاجة، الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي انت شايفها دي اللي بيقول لك عليها ضوء مرئي وأشعة تحت حمراء وموجات راديو والتي في والأشعة فوق البنفسجية وأشعة جاما، كل دي موجات كهرومغناطيسية، والموجات الكهرومغناطيسية نوعها مستعرضة. تمام، تبقى مستعرضة، اوكي. انما عمره ما هيتفق في التردد، ده تردد الضوء المرئي غير تحت الحمراء، واكيد عكسه يعني برضه مش بيتفقوا في الطول الموجي. فهنا الاجابه يا شباب هتطلع دال قولا واحدا، اوكي، هتطلع الاجابه ايه؟ دال. طب نقراها مع بعض. نقراها. يبقى تتفق موجات الكهرومغناطيسيه، بدل ما قلت كله هقول تتفق موجات الموجات الكهرومغناطيسيه في انها تتفق في السرعه، وانها تتكون من موجه مستعرضه متعامد معها مجال كهربي واخر ايه؟ مغناطيسي. اوكي، سؤال 7 نقراه مع بعض. يلا كل يقرا. انا لو قلت حاصل ضرب المسافه بين مركزي تضاغطين متتاليين في موجه في مقلوب الزمن الدوري. طبعا انت حضرتك هنا ها تضاغطين، مسافه بين تضاغطين متتاليين، ده عباره عن طول موجه. طب الموجه نوعها ايه؟ ده موجه طوليه، عشان هنا تضاغطين، اوكي. الموجه الطوليه هي اللي بتتكون من تضاغطات وتخلخلات. تمام. لما اضرب مين؟ اللامدا اللي هي المسافه بين مركزي تضاغطين متتاليين في مين؟ في مقلوب الزمن الدوري. مقلوب الزمن الدوري اللي هو نيو. يبقى لامدا في نيو يديني سرعة، يبقى في بيساوي لامدا في ايه؟ في نيو. يبقى انا عندي هنا هو الاجابة سرعة الموجة، بس اي موجة؟ مش تضاغطين، يبقى موجة طولية. يبقى الاجابة قولا واحدا هتطلع ايه يا شباب؟ سرعة الموجة الطولية، اوكي. يعني واحد يقول لك سرعة الموجة ويطير ياخد المستعرضة، هقول لك لا غلط، مش المستعرضة انما ايه؟ الطولية. بعد كده حبايب لو جيت قلت نصف المسافة الرأسية، نصف المسافة الرأسية بين مين ومين يا شباب؟ بين أقصى إزاحة الجزيئات الوسط لأعلى وأقصى إزاحة الجزيئات الوسط لأسفل أثناء اهتزاز جزيئات الوسط لموجة مستعرضة تمثل إيه؟ بص حضرتك، لما نرسم موجة مستعرضة بنرسمها كده أهو، جزيئات الوسط تهتز الأعلى عملت لي امبليتيود في الموجب، جزيئات الوسط اهتزت لأسفل عملت لي امبليتيود الفيه في السالب. يبقى أنا المسافة دي لحاية هنا ها من ديل دي، تمام، تطلع إيه؟ هات الامبليتيود وادي امبليتيود، المسافة الرأسية تطلع باتنين امبليتيود، بس هو قال لك إيه؟ هو قال لي نصف المسافة. طب ما نصف المسافة هي امبليتيود واحدة، صح ولا لا؟ يعني ايه امبليتيود؟ يعني سعة الموجة، زي ما اتعلمنا في الشرح. امبليتيود يعني ايه امبليتيود يا حبايب؟ سعة الموجة،
اوكي. انما لو قال لي المسافه الراسيه على طول هقول 2 امبليتيود، تمام؟ انما قال لي نصف المسافه الراسيه تبقى امبليتيود واحده. طيب بعد كده حبايب سؤال 9. سؤال ايه؟ 9. عندما يحدث الجسم المهتز اهتزازة كاملة في الثانية الواحدة، فإن الزمن الدوري كام؟ هي اهتزازة لكل ثانية، تمام، يبقى 1 هرتز. طب يبقى الزمن الدوري أكيد 1 ثانية، تمام، والتردد 1 هرتز، أكيد يبقى الإجابة جميع ما سبق. وبالأمارة كاتب لي ضرب التردد في الزمن الدوري يساوي كام؟ يساوي 1. إيه الأسئلة الجميلة دي؟ احنا الاسئله في النماذج اللي احنا بنجيبها بتثبت المعلومه، مش بنحاول نعقد الامور. لو على الحاجه الكومبلكس في كتير للصبح، انما اللي هيجي لك في الامتحان ثق تماما اللي هو بيقيس المفاهيم عند حضرتك. اوكي. خاصه اللي قاعد اقول لك 3 كلمات: trust in الله، trust in yourself، trust in your teacher. فلازم الثلاث كلمات تحطهم قدام عينيك على طول. اخر سؤال: ميل الخط المستقيم المائل المار بنقطة الأصل لسرعة على المحور الرأسي والطول الموجي على المحور الأفقي يساوي كام؟ ميل الخط المستقيم لنقطة الأصل على المحور الرأسي لسرعة على المحور الرأسي، يبقى هنا في سرعة. في إيه هنا؟ ها شباب، والطول الموجي هنا هو، وهو هيعدي على نقطة الأصل، تمام. الميل عبارة عن إيه؟ مش هنا V على لمدة؟ تمام يا مستر. أنا لما أقول سلوب هيساوي إيه؟ هيساوي V على لمدة. هفك الـ V، هكتب لمدة في إيه؟ في نيو. على مين يا أولاد؟ على لمدة. يلا بينا نطير لمدة مع لمدة، تطلع إيه يا أولاد؟ تطلع نيو، تطلع تردد، يبقى هنا هتطلع إيه؟ التردد. طب الزمن الدوري ينفع؟ طبعًا لأ. طب ساعة الموجة تنفع؟ أنا بقول لك تردد. جميع ما سبق؟ لأ طبعًا. امال ايه؟ في هنا مقلوب الزمن الدوري. مين هو مقلوب الزمن الدوري؟ طبعا هو التردد. Thank you for watching this. كان معكم مستر وجيه المصري. استنونا في الامتحان السادس. باي باي.